معايا سيادة الرائد أحمد الخضري المتحدث الإعلامي، إدارة المتحدث الإعلامي بقطاع الإعلام والعلاقات. سيادة الرائد تحياتي يا فندم، بشكرك جزيلا. أرجوك في البداية يعني تلقي تعازيي أنا وكل زملائي في شبكة قنوات النهار للضحايا، ونتمنى إن شاء الله سيادة الرائد نتمنى انهم في الجنه باذن الله ويكونوا شفاعه لينا، ونتمنى طبعا كذلك يعني الشفاء العاجل للمصابين. سياده الرائد، تفاصيل ما حدث. مساء الخير يا استاذ ايمن، تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا على التعازي. بنعزي انفسنا واسر شهدائنا، نحتسبهم عند ربنا جميعا شهداء ان شاء الله، خالص التعازي لاسرهم، ونتمنى لهم، ندعو الله ان يلهمهم الصبر والسلوان، وخالص تمنياتنا القلبيه للمصابين بالتعافي والشفاء العاجل ان شاء الله. ده واجبنا ودي رسالتنا، وكلنا مشاريع شهداء. ما حدث اليوم وقبيل صلاه الجمعه حوالي الساعه 10 انفجرت عبوه نصف استهدفت خدمه امنيه تابعه لمديريه امن الجيزه امام مسجد السلام دايره قسم الطلبيه. ده كان قبيل صلاه الجمعه حوالي الساعه 10 صباحا. الخدمه مكونه من مجموعتين تامين وعناصر من الامن العام والبحث الجنائي التابعه لمديريه امن الجيزه. طبيعه عمل مجموعات التامين انها بتمر في نطاق الاختصاص ثم العوده والتمركز في مكان الخدمه امام المسجد لتامين جموع المصلين وقت صلاه الجمعه. تم استهداف التمركز واسفر الاستهداف عن استشهاد اثنين من ضباطنا من قسم العمرانية ومن قوات أمن الجيزة، واستشهاد أمين شرطة وثلاث مجندين وإصابة ثلاث مجندين. تم نقل جميع الحالات جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيات الهرم والجيزة الدولي وأم المصريين. في تلفيات مبدئية وجاري حصر باقي التلفيات، ثلاث سيارات شرطة وست سيارات خاصة ملكية خاصة للمواطنين. على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالوزارة، خبراء المفرقعات والمعمل الجنائي والحماية المدنية لفحص موقع الحادث. حتى الآن لم يتأكد لنا ولا الأجهزة اللي بتقوم دلوقتي بمعاينة مسرح الحادث نوع وحجم العبوة النسفة، وجاري طبعا تكثيف جهود أجهزة الوزارة وأجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة لتتبع الفاعلين وان شاء الله القبض عليهم في اقرب وقت باذن الله. ان شاء الله يا سياده الرائد، انا يعني اسمح لي، انا عارف الامر صعب، ولكن احنا دورنا كاعلام ان احنا نبرز ونمجد ونبروز كده الشهداء اسمائهم، حتى ان احنا يعني نقول للناس دول الابطال اللي كانوا يعني بيامنوا صلاه الجمعه. تمام، يعني هم الشهداء زي ما اسلفت وقلت لحضرتك، اثنين ضباط وامين شرطه وثلاث مجندين. الشهداء من الضباط ملازم اول احمد عز الدين سيد، وملازم شرف محمد نجيب محمد، ورقيب محمد محمود سعد، مجند عمرو مصطفى، مجند رجب عاطف، ومجند يوسف فرج عبد العزيز. نحتسبهم عند الله جميعا من الشهداء، دماءهم بتسطر لينا خطوط من النور في تاريخ تضحيات الشرطة، ولن يثنينا ما يحدث أبدا أبدا عن أداء رسالتنا والقيام بدورنا في إقرار الأمن وحفظ النظام في وطننا الغالي. أنا يعني مش بجد، أنا بقول لك إحنا بنحييك، مش عارف أقول لك إيه، بقول لك إحنا بنحييك وإحنا كلنا في ظهرك، كلنا في ظهر اللي بيحمينا، كلنا بنحمي بلدنا، كلنا بنتعاون بنحمي بلدنا من الشرطه، من الجيش، من الاهالي، كلنا. بستاذنك مره تانية يا سياده الرائد لو تقول اسماء الشهداء مره تانية عشان نكتبهم على الشاشه، نقول للناس دول الابطال. انا اسف جدا وانا عارف قد ايه صعب عليك وصعب علينا كلنا، ولكن بكل فخر بكل فخر وكل قوه احنا معاكوا وقدامكوا ووراكوا في كل حته، لو نقول اسمائهم مره تانية يا سياده الرائد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ أيمن على الدعم ده، وده بيزيدنا قوة وبيزيدنا تحدي وإرادة إن احنا نبذل المزيد من الجهود ونضحي، وأبدا يعني روحنا مش غالية أبدا على وطننا. كل رجال الشرطة أفراد وضباط ومجندين أرواحهم على كفوفهم على أيديهم للتضحية من أجل بلدنا ومن أجل أمن بلدنا. اسمح لي أكرر تاني، أرجوك اتفضل يا فندم. ملازم أول أحمد عز الدين، ملازم محمد نجيب محمد،
أمين شرطة محمد محمود سعد، مجند عمرو مصطفى، مجند رجب عاطف، والمجند يوسف فرج. ان شاء الله بنسال الله سبحانه وتعالى يتغمدهم طبعا بالرحمه والموعظه ويكونوا حتى شفاعه علينا لانهم شهداء. هل في امين يا رب العالمين. امور تم تنسيقها بعد طبعا تصريحات الدفن وغيره للجنازه، ولا اليوم هنخليه يعني يمر كده لهذا الحدث؟ احنا عايزين لا، في الحقيقه لم يتحدث بعد، يعني جاري التنسيق على موعد الجنازه ولكن لم يتحدث بعد موعدها. طيب نضمد جراحنا الاول و صحيح نطمن على اولادنا المصابين ونبقى جنب اسر الشهداء وكل كل الدعم وكل العزاء وكل المواساه ليهم وكل المسانده ليهم، وبعد كده المسائل الامور الشكليه ديت جاري التنسيق عليها. ولكن دلوقتي احنا بصدد الاطمئنان على المصابين وانجاز او التسريع بالاجراءات في المستشفيات اللي تم نقل جميع الحالات ليها، سواء حالات جثامين شهداء او مصابين. انا بشكرك بكل معاني الود والاحترام والتقدير وتعظيم سلام لكل ليك يا سياده الرائد، بشكرك جزيلا انت وكلنا، لانه ما فيش حد ملوش يعني صديق او انسان محترم او قريب او جار حتى من الشرطه اللي هم ارواحهم على كفوفهم. واحنا معاكم